الجو عندنا مغيم، وحاليا عندنا قريب المغرب، وانا عاد راني متواجد في الجهه ديال تاكما نواحي تافوغالت. جيت باش نصور لكم هنا بعض المقاطع الرائعه من هذه الغابه اللي موجوده من جهه تاكما. كما شفتوا الجبال والاشجار ديال الصنوبر، اشجار ديال الصنوبر والعرعار، تبارك الله ما شاء الله. وغادي نزيد نطلع بكم شويه لفوق باش نصور لكم مقاطع اخرى ان شاء الله. شوفوا هاد الدار، هادي دار قديمه مبنيه بالحجر، جات على جنب الجبل والغابه دايره بها. شوفوا المنظر تبارك الله ما شاء الله. دائما نحاول ما امكن باش نصور لكم مقاطع رائعه في جبال بني زناسن. ومع اليوم الجو راه مغيم والعشيه والشمس غادي تغرب، الصوره كما راكم تشوفوا يعني جات مظلمه، بصح ماشي مشكل. مره اخرى ان شاء الله نوعدكم نولي لهذه البلاصه ونصور لكم مقاطع رائعه. راه قريب الغروب، شوفوا ها هي غربت الشمس. شوفوا الجبل عالي، وهذيك الدار هذيك قديمه كما قلت لكم مبنيه بالحجر والتراب، بيوت من طين، بيوت الزمن الجميل. شوفوا المنظر تبارك الله ما شاء الله. ومن هذا الجبل يبان سيدي علي والسعيد وولاد معبوره، يبان منا درك من السما مغيمه الضبابة مع غروب الشمس ما تبانش المناظر هي هذيك. المهم مره اخرى ان شاء الله من نجي لهاد البلاصه نجي بكري ونعاود نصور لكم هنايا الطبيعه الخلابه. لقينا هاد الكلب هنايا وعطينا له غير الخبز، حتى بغينا نمشيو عاد ولقيناه داير كي بحال شي ديب. شام سكين خوتي خواتاتي، نقول لكم مساء الخير عليكم. وكما شفتوا يعني صورت لكم هاد الفيديو هذا في الجهه ديال تاكما نواحي تافوغالت مدينة بركان جبال بني زناسن. ونتمنى هاد المشاهد الرائعة اللي صورتها لكم في هاد الجهة تنال الإعجاب ديالكم، ونتمنى دائما نجيب لكم الجديد، ونتمنى دائما تواصلوا في القناة ديالي وتكتبوا لي تعاليق تكون في المستوى، والرأي ديالكم يهمني بزاف. ونوعدكم دائما نجيب لكم الجديد. وكما شفتوا هذه هي الطبيعه في جبال بني زناسن، المناظر الخلابه الرائعه. ونشكركم بزاف بزاف على التواصل والدعم والتشجيع. نشكر جميع المتتبعين من داخل الوطن ومن خارج الوطن ومن كل الدول العربيه الشقيقه، وتحياتي لكم، وبارك الله فيكم وحفظكم الله. المهم دركي يعني راني في جبل عالي، وغادي ان شاء الله درك غادي نروحو، راه قريب المغرب، غادي نمشيو لبركان، نمشيو ان شاء الله لبركان. ونوعدكم مره اخرى ان شاء الله نجيب لكم فيديوهات اخرى في جبال بني زناسن. ونتمنى يعجبكم المحتوى ديالي، ونشكركم بزاف بزاف، ومع السلامة في فيديو قادم إن شاء الله.